الكنيسة هي المسيح، يدخل إليها فيصير في وسطنا ثم يتحد بنا، فتصير الكنيسة هي نحن فيه. كنيستي هي أحضان المسيح، وهذا هو سر فرحنا. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامج كنيستي. الحلقة اللي فات وقفنا على الأفكار اللي اتطرحت جوه مجمع نيقيا، ورديت عليها بفكر البابا أثناسيوس. طرحوا حاجة تانية بقى، جي أريوس لما كان يقول آية البابا أثناسيوس يرد عليه، فقال له في آية بقى قاطعة اللي هو الرب قناني أول طريقه أمثال، وقال أن بولس الرسول قال في كورنثوس الأولى 15:7 الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، وراح حط بقى للبابا أثناسيوس قال له إذن هو بكر خليقة، وإحنا بنقول أني يبقى الآب خلق الابن علشان يقدر يخلق بيه العالم. الفكرة الغنوسية والأفلاطونية المحدثة اللي قالها أريوس. البابا أثناسيوس كان بيتقن لغات كتيرة من ضمنها العبرية واليونانية، فراح قال له الكلمة دي الرب قناني أول طريقه مش معناها خلقني، معناها ولدني، وأول طريقه الهاء هنا رجع على الآب، يبقى الآب الأزلي الابن مولود منه أزليا أول طريقه. فهل الآب مبتدئ؟ قال له لا. قال له إذن أول طريقه دي معناها أزلي؟ قال له آه. قال له يبقى هو ولده في الأزل، وهو ده اللي احنا بنقوله اللي انا قلت لكم المره اللي فاتت. اما بقى بكر كل خليقه اللي قالها بولس الرسول، قال له انت ليه ما كملتش الذي فيه قد خلق الكل به وله قد خلق. ودي تكسر فكر أريوس تماما، الذي به وله خلق الكل. قال له اه به معناها أداة خلق. قال له طيب وله؟ قال له مفهوم الابن البكر هنا معناها المثال الذي عليه يكون كل الخليقة، اللي هو ايه برضو؟ اللي هو رؤية الإله فوق الزمن حينما كان يريد أن يخلق الإنسان على صورته ومثاله، كان يرى المسيح الإله المتجسد الذي سيأتي. يعني إيه؟ يعني البكر هنا ليس معناه مولود بكر، ولكن معناها الرئيس الأعلى أو المثل اللي هو أرشيتايب أو بروتوتايب. يعني إيه؟ يعني الخليقة الرئيسة. يعني إيه برضو؟ الخليقة المثالية. بكر كل خليقة معناه أنه هو الذي لا يشوبه أي خطأ. وقال له بقى، قال لأريوس جملة لطيفة جدا، قال له أنتم تبرهنون على أن الآب لا يملك قوة الخلق فصنع آخر أداة خارج عنه؟ يعني مين يقبل كده؟ وقال له اسألوا الشمس عن الشعاع الخارج منه هل منفصل عنه، واسألوا النبع نبع الماء الخارج منه هل يوجد زمن بين النبع والماء الخارج منه وهل يوجد انفصال؟ فقال له مولود غير مخلوق ومولود غير منفصل، مولود كحالة. ودي نقطة مهمة، حالة. يعني ايه؟ حالة اعلان. يعني احنا عشان نقدر نميز بين اقنوم اللوغوس اللي ماري يوحنا قال به كان كل شيء، بس مين ده بقى؟
آل الذي كان عند الله منذ الأزل. ابتدوا بقى يراوغوا وقالوا إيه؟ قالوا هنقبل بإني باعتبار الآب مصدر كل الأشياء بما فيها الابن. فوقف بابا أثناسيوس وقال لا، الآب ليس مصدر الابن، ولكن الآب والابن لهم إرادة واحدة جوهرية. قالوا طيب هنقبل لفظ بأن الابن هو قوة الآب وصورته مشابه له. فوقف بابا أثناسيوس وقال لهم مش هنقبل لفظ مشابه له في الجوهر. وقعد يتناقش البابا أثناسيوس خطورة لفظ مشابه، وبعدين المجمع كله اقتنع بكلام بابا أثناسيوس، كان عنده 29 سنة. وافق الآباء واعترضوا الأريوسيين، اعترض 7 أساقفة وانتخب المجمع 3 يكتبوا صياغة القانون الإيمان، البابا ألكسندروس وتلميذه البابا أثناسيوس اللي هو كان شماس وقتها، وقديس ليونتيوس أسقف قيصرية الكبدوك، وقالوا دول يكتبوا قانون الإيمان، وراحوا كتبوا قانون الإيمان. وقتها وافق المجمع ما عدا 7، ولما قسطنطين قال اللي مش هيمضي على القانون ده هنفيه، وقع 5، وأريوس وأسقف معاه تاني رفضوا التوقيع، أريوس واتنين من الأساقفة سيكوندوس وسيوناس، سيوناس ده بعد كده هيرسموه على مصر يعني. وقسطنطين أمر إن يتنفوا التلاتة دولا لشمال اليونان، وأريوس اتنفى في نيقوميديا، وبعدين يوسابيوس النيقوميدي قبله عنده برغم إنه محروم خلاه يصلي عنده. فقسطنطين راح نفى حرم يوسابيوس النيقوميدي ونفى أريوس لبلغاريا. لكن مجمع نيقيا مش بس كان بيتكلم على قانون الإيمان، لكن كانت قدامه شوية قضايا تانية. قال إيه بقى؟ أولا حرموا بدعة سابيليوس تاني، بس دي على مستوى مجمع مسكوني، اللي بيقول إن الجوهر الإلهي أقنوم واحد يأخذ أشكال. وحددت عيد القيامة وقالت، كان وقت فيه قلت لكم قبل كده سابق من القرن الثاني كان في مشاكل على توحيد عيد القيامة، على ان بتوع آسيا الصغرى بيعيدوا 14 نيسان ايا كان، والصليب مش مهم يجي الجمعة والقيامة مش مهم تيجي الحد. فكنيسة مصر كانت عملت البابا ديمتريوس الكرام وقبل منه حساب الأباقطي، بس البابا ديمتريوس الكرام وضعوا في صورة تقصية، وابتدى يعمل حساب اللي هو البواقي اللي هو الأباقطي ده. فكانت مصر طول عمرها متقدمة في علم الفلك، فمجمع نيقيا قال إذا مصر هتحدد عيد الفصح اللي هو عيد القيامة، وقالت حسب ما تشوف مصر تبعت العالم كله والعالم كله يمشي عليه. عشان كده لما احنا بنقول يا جماعة ان الكنيسة القبطية لما وضعت قوانين للأعياد ما وضعتهاش كده مجرد ناس عندهم مزاج يعيدوا 29 كياهك، وناس عندهم مزاج مش عارف يعيدوا الغطاس في 11 طوبة، لا خالص 10 طوبة لا خالص، لكن كل اللي كانوا عايزين يقولوه ان في علم فلك على اساسه الكنيسة القبطية وضعت قاعدة الأعياد بما فيها الفصح، ومجمع نيقيا يشهد على الكنيسة القبطية أنها هي رائدة في الوضع ده، بل هي المحددة للأعياد. يجي بعد كده حد بقى ينشق وعايز يعمل له هو قاعدة، هو حر يعني، لكن كنيستنا تفضل كنيسة
التقليدية تحفظ فكر الآباء. فمصر بقت هي اللي بتعمل الرسالة الفصحية اللي بيها العالم كله بيعيد عيد القيامة. مجمع نقيا ناقش كمان شوية قرارات بقى فيها حاجات إدارية، زي من ضمنها مثلا أني لا تعاد معمودية من تعمد في الكنيسة وهرتق وطلب الرجوع تاني، ولكن تعاد معمودية من تعمد بيدها رتقة. الكلام اللي احنا اتناقشنا فيه قبل كده، البابا ديونيسيوس اللي أقره، مجمع نقيا أقره كقرار كنسي، بجانب انهم ناقشوا حطوا قرار زواج الكليروس، الكهنة تتجوز، وعملوا بعض القوانين التنظيمية، عملوا 20 قانون. لكن من ضمن القوانين بقى اللي اتعملت ان هم ناقشوا موضوع ميليتوس اسقف اسيوط اللي هنحكي قصته دلوقتي، وقالوا ايه بقى فيها؟ قالوا ان الميليتيين نفسهم اللي اترسموا بايد ميليتوس هنعتبرهم اساقفة، ولكن يخضعوا للبابا الكسندروس. وقالوا ان هنعتبر الرسامات دي قائمة، وقالوا ولكن يخضعوا للكنيسة. طبعا الكنيسة القبطية شعرت ان ده يعني قرار ضعيف، وبالفعل الميليتيين كانوا شوكة في جسد الكنيسة، أساقفة وكهنة ورهبان كانوا أتباع ميليتوس ده، تخيلين جوه الكنيسة. الشيطان قدر انه يحط واحد هنعرف قصته ايه دلوقتي اسمه ميليتوس اسقف اسيوط. ما هوش في البداية ما كانش مهرطق، لكنه ساعد كل هرطقة علشان يكسر الكنيسة ويكسر النظام الكنسي ويكسر الإيمان الكنسي، هتشوفوه كمان شوية. رسم أساقفة وكهنة ودخل رهبان الأديرة، وهتشوفوا إن في أديرة بحالها كانت ميليتية. قصته إيه بقى ميليتوس ده؟ البداية خالص كان وقت الاضطهاد 303 بتاع ديقديانوس، هو كان أسقف اتقبض عليه بخر الأوثان، ولما خرج من ضمن بقى الناس اللي البابا بطرس حرمه، والكنيسة قالت اللي يبخر الأوثان ياخد قانون معين، هو رفض القانون ده وتزعم جماعة من الإكليروس غالبيتهم كانوا زيه أساقفة وكهنة، وفيما بعد بقى كمان عنده رهبان. تحالف مع الأريوسيين، لأن أريوس كان انضم للجماعة دي في البداية، قلت لكم قبل كده وقت البابا بطرس خاتم الشهداء انضم ليه، بابا بطرس حرمه انضم ليه، وبعدين لما لقى ان هم مش أقوياء قوي سابهم، لكن فضلت جماعة الميليتيين على علاقة قوية بالأريوسيين. خلي بالكم الشيطان هيقعد يربطها ازاي. وبعد مجمع نقيا هنشوف كمان شوية اليوسابيس النيقوميدي اتصل بيه علشان يوقف رسامة البابا أثناسيوس، وبعد كده كمان بقى هم شوكة في ظهر الكنيسة وعملوا كل مؤامرات مع يوسابيس النيقوميدي. البابا أثناسيوس يقول ايه عن ميليتوس بقى؟ بصوا انا جايبه من كلام البابا نفسه، يعني يقول كان البابا بطرس بيننا، يعني وقت البابا بطرس لما كان بيننا، وفي اثناء الاضطهاد استشهد البابا بطرس. اما ميليتوس الذي كان يحمل لقب اسقف ليكوبوليس اللي هي اسيوط، فقد ثبتت عليه جرائم كثيره، من ضمنها تقديم ذبائح للاوثان في زمن الاضطهاد الذي وقع عام 303، فاسقطه البابا بطرس عن كرسيه، راح بخر الاوثان بمجمع عام، يعني مش خلاف شخصي بين البابا بطرس وبين ميليتوس، ده عمل مجمع، والذين لم يتوبوا عن هذا وما رضيوش بقانون كنسي اسقطوا.
ومن ذلك الحين بدأ يلقي الاتهامات الكاذبة ضد البابا بطرس، ومن بعده البابا أرشلاوس، ومن بعده البابا ألكسندروس. يعني إيه؟ بقى شخص يحمل ضغينة للكنيسة بكل بابواتها. خلي بالكم كتير قوي في عصرنا ده والعصر اللي فات كان يحملوا نفس الحكاية، لأنهم حسوا إن هم مش واخدين ذاتهم في الكنيسة فبقوا ضد بابوات الكنيسة. يقول إيه بقى؟ خلي بالكم عشان الجمل اللي قالها بابا أثناسيوس مهمة قوي. وبينما ميليتوس يعمل لحساب الشيطان، ميليتوس ده اللي مجمع نقيا قال طب معلش هنعتبره أسقف وخلاص، كان يعمل لحساب الشيطان، قامت هرطقت أريوس. ولكن بينما في مجمع نقيا وقعت الحروم على الأريوسية وأسقطوا من كراسيهم، نجد الميليتيون يعودون إلى الكنيسة مرة أخرى. ده بابا أثناسيوس بيقول يعني هو مش فاهم إزاي دول رجعوا يعني، لكن مجمع نقيا رجعهم. بابا أثناسيوس بيقول إيه؟ لست أعلم على أي أساس، ولكن لم يمضي 5 شهور حتى تنيح المغبوط ألكسندروس. وبينما كان ينتظر الميليتيون في هدوء شاكرين سبب قبولهم في الكنيسة، ولكنهم كانوا كالكلاب الذي حنت إلى قيئها وبدأوا يقلقون الكنيسة، إذ علم يوسابيوس الذي كان يرأس ويقود الهرطقة الأريوسيين بموت البابا ألكسندروس، اسمعوا اللي جاية، أرسل واشترى الميليتيون بوعود كثيرة فصاروا أصدقائه السريين. يعني إيه؟ يوسابيوس النيقوميدي لما مات البابا ألكسندروس قال إيه؟ طيب ما نعمل اتصال بيننا وبين الميليتيين دول، وكان وقتها 35 أسقف في مجمع الكنيسة القبطية، نقدر بيها أننا نوقف رسامة أثناسيوس اللي هو كان شماس وقتها، ونحط واحد منهم بطرك، ويبقى عندنا البطرك بتاعهم واحد تبعنا، يحطوا على الكرسي بطرك تبعهم عشان ايه؟ يمشوا كل الافكار الهرطقية بتاعتهم. بص بقى يقول ايه، ولكنه ارسل لي انا شخصيا، ده البابا أثناسيوس، يحضني على قبول أريوس واتباعه، وهددني شفاها مع رسول له، هدده بكلام بايخ يعني. أما خطاباته فكان يتوسل، ولما رفضت أنا معلنا أن له ليس من حق الذين ابتدعوا هرطقة ضد الحق وقعت عليهم حرمات من مجمع مسكوني أن يصرح لهم بالشركة، فاستعد علي الإمبراطور قسطنطين الذي كتب إلي مهددا أنه في حالة عدم قبول أريوس وأتباعه سينزل علي المحن التي سبق عانيتها والتي أعاني منها الآن. ده كلام البابا أثناسيوس. اللي حصل إيه بقى؟ اتنيح البابا ألكسندروس بعد نقيا بشهور، ويقال إنه البابا ألكسندروس وقت نياحته البابا أثناسيوس كان عارف إنه البابا ألكسندروس هياخد البابا أثناسيوس يحط اليد عليه ويقول لهم ده البابا اللي جاي، فهرب. ويقولوا انه البابا ألكسندروس قاعد ينادي على البابا أثناسيوس، يا أثناسيوس يا أثناسيوس، مش موجود. فقال كده، هل تظن يا أثناسيوس انه بهروبك يمكنك ان تفلت؟ وبعد نياحته 327 وبعد شهرين بالظبط الكنيسة كلها قالت يجب على البابا أثناسيوس انه يقبل انه يكون هو البابا علشان يكمل الجهاد ضد الاريوسيين، الاريوسيين ما انتهوش. وفعلا اجتمع المجمع، وهو كان 328 ورسموا البابا أثناسيوس. وقتها بقى قلت لكم يوسابيوس النيقوميدي شحن الميليتيين والاريوسيين ضد البابا، وراحوا جريوا بسرعة رسموا سيئوناس
كان أسقف على حتة اسمها مرماريكا، دي حتة في ليبيا يعني على حدود ليبيا كده، هو أريوسي سيئوناس ده، وحطوا اليد عليه وقالوا ده بابا الإسكندرية، ودي حتة على بعد بالظبط 140 كيلومتر من حدود مصر في على ساحل في ليبيا، لكن ما جرؤش انه يخش الإسكندرية. هو الشعب كله كان عايز بابا أثناسيوس فخاف على نفسه. اجتمع الأساقفة 95 أسقف أجمعوا على البابا أثناسيوس، و35 أسقف رفضوا اللي هما كانوا بتوع الميليتيين، وقالوا البابا أثناسيوس لم يتجاوز الـ30، وده معناه أنه صغير وما ينفعش. الكنيسة كلها كانت وراء رسالة البابا أثناسيوس. بعض المراجع تقول البابا أثناسيوس عدى الـ30، كان عنده 31 سنة، بعض المراجع تقول هو كان على مشارف الـ30. قديس غرغوريوس النزيانزي يقول بأصوات الشعب كله وتشفعاته، وليس بالعنف وإراقة الدماء التي سالت فيما بعد، بل في وقار رسولي وروحاني أقيم أثناسيوس على عرش مرموروس. كانت الكنيسة القبطية وقتها مكانتها مكانة عالمية، اللي بيجلس على كرسي مرموروس كان بيقولوا عليه أسقف الأساقفة، يعني أبو كل أساقفة العالم. والبابا القديس باسيليوس الكبير يقول أنه رأس كنيسة الإسكندرية هو رأس كنائس العالم، رأس كنيسة الإسكندرية رأس كنائس العالم، وكانوا يسموه قاضي المسكونة، يعني اللي بيفصل في أمور المسكونة. البابا أثناسيوس قاعد على الكرسي 328، وفضل لحد 335 الكنيسة في هدوء شديد، ما كانش فيه مشاكل إلا داخلية، الميليتيين الأساقفة الميليتيين بيحاولوا يعملوا قلق، لكن البابا أثناسيوس كان بيخدم. وقتها البابا أثناسيوس عمل خدمة ونزل في كل أبروشيات مصر من اسكندرية لحد أسوان، وقعد يخدم في كل البلاد. مصر وقتها كانت 129 أبروشية، 129 أبروشية، تخيلين، بجانب الخمس مدن الغربية. لكن كانت كمان في مصر وقتها انضمت الحبشة في وقت البابا أثناسيوس، ودي لها قصة لطيفة جدا، انه كان واحد اسمه فرومتيوس وله اخ اسمه إيديسيوس، اخين كانوا شابين برفقة فيلسوف، وهم في البحر الاحمر في جزيرة جنب اثيوبيا، هجمت عليهم قبيلة اثيوبية، قدرت انها تاخدهم عبيد، باعوهم لملك اثيوبيا امبراطور اثيوبيا، باعوهم عبدين، وهم في القصر اظهروا فكر وروحانيه واخلاق، حتى ان الامبراطور حبهم جدا وقال لهم انا عايز تربوا اولادي، وخلى فرومنتيوس ده هو المشير بتاع المملكه، ولانه بقى مشير المملكه ومربي لابنه، فقدر انه يقنع الامبراطور ومراته بالمسيحيه، وبنى كنايس. بس هيعمل ايه وهو علماني؟ فاستاذن الامبراطور انه يروح مصر يطلب رسامه اسقف يجي يدشن بقى بالميرون ويرسم كهنه واساقفه وتنتشر المسيحيه، فوافق له. فجه فرومنتيوس ده قابل بابا أثناسيوس وقال له الموضوع حصل كذا كذا كذا، وانا قدرت اقنعهم بالمسيحيه وبنوا كنايس، ومش فاضلين غير على انك تبعت اسقف يعيش هناك ويوالي الرعايه المسيحيه. قال له وابعت ليه؟ ما انت تستحق انك تبقى اسقف. حط اليد عليه وسموه الاثيوبيين ابا سلامه، لانه اللي فجر نور المسيح ليهم. وابتدى يبقى في كرسي هناك 330 اسمه كرسي اكسيوم سنة 330، يعني بعد وعاد البابا أثناسيوس بسنتين، وابتدت اثيوبيا تبقى من ضمن رعية البابا أثناسيوس. لكن كان كمان من ضمن الرعية الهند، استغربوا قوي، يعني بصوا الهند واليمن والهند واثيوبيا
وشبه الجزيرة واليمن والخمس مدن الغربية وأفريقيا السودان لحد أوغندا، دي كلها تحت قيادة روحية لبابا أثناسيوس. ده كله كان كرسي الإسكندرية، متخيلين قد إيه كرسي يعني ضخم جدا. في الهند البابا ألكسندروس رسم أسقف هندي، الهند اللي بشرها القديس بارسلماوس وماري متى وماري توما، ده كله بشره في الهند. لكن هم بالرغم بشارة الأباء دولم إلا أن كانوا محتاجين يد رسولية، فالبابا ألكسندروس رسم أسقف بس من الهند. وبعدين اتنيح الأسقف ده، فجم شعب الهند للبابا أثناسيوس وقالوا له إحنا منضمين لكنيستكم روحيا، ارسل لنا أسقف. فرسم أسقف قبطي اسمه استفانوس، وخلى أنبا استفانوس ده تكون تحت منه الهند وإيران واليمن، متخيلين ده كله كان تابع البابا أثناسيوس. وطلبت اليمن أنه يساعد لأن أبروشية بقت كبيرة قوي، الهند وإيران واليمن، فراح البابا أثناسيوس رسم لهم أسقف بس هندي، يعني بقى في اليمن دلوقتي، بقى في الهند دلوقتي أسقف قبطي أنبا استفانوس، وأسقف يمني، آسف، رسم لهم أسقف يمني اسمه أنبا يوسف. أنتوا عارفين الهند حصل فيها مشاكل، مدرسة اسكندرية البابا ديمتريوس سنة 189 بعت لهم القديس بانتينوس علشان يثبتهم على الإيمان ويحل مشاكلهم الإيمانية. ولما رجع القديس بانتينوس مدير مدرسة اسكندرية رجعوا معاه نسخة من إنجيل ماري متى بالعبري يرجع تاريخه لقبل سنة قبل 60 ميلادية. استمرت الهند وإيران واليمن تبعنا لحد دخول العرب، أما ما بقاش فيه إمكانية لرعاية البلاد دي. لكن في عهد المستنصر سنة 1098 جه أسيس هندي طلب من البابا أنه يرسم أسقف علشان الأساقفة، ما بقاش عندهم أساقفة ومحتاجين كهنة. وقتها الكنيسة القبطية كانت بتعيش أيام صعبة جدا، هحكيها لكم لما نيجي نتكلم عن القرن الحداشر. الكنيسة كانت وقتها في حالة صعبة، المستنصر ما وافقش بالموضوع ده، ووقتها كان الهند فيها مليون مسيحي بيطلبوا أسقف. فحصل اتصال بين كنيستنا والكنيسة السريانية وقالت لهم انتوا أقرب للهند، خلوا كنيسة الهند تتبع لكم. وفضل السريان بيخدموا الهند لحد النهاردة. البابا أثناسيوس عمل خدمة كبيرة وابتدى يأسس الإيمان، وطول ما هو كان بيزور كنايس كان بيوعظ وكتب رسائل كتيرة في الفترة دي. ولكن من عنده 335 ابتدى الصراع يكون أشد، وهنشوف الأشرار عملوا إيه لحد أما وصلوا إلى أنهم يستصدروا أمر من قسطنطين بنفي البابا أثناسيوس، ويبتدى الصراع الشيطاني يحاول أنه يخلي العالم كله أريوسي. هنشوف كلام ده المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين. كنيستي هي المسيح، ندخل إليها فيصير في وسطنا ثم يتحد بنا، فتصير الكنيسة هي نحن فيه. كنيستي هي أحضان المسيح، وهذا هو سر فرحنا.